شوف المهم اليوم الملف كان جاهز للمرافعه، الدفاع رافع في الملف، بينا المحكمه بان العناصر التكوينيه ديال الجرائم اللي تابع من اجلها سي الحذاوي بان ما كيناش، وضحنا للمحكمه بان هذا الشيء اللي نسبوا للسي حداوي بانه محاوله النصب بان ما كاينش، لان ما كاينش ضحيه ديال محاوله النصب. بينا المحكمه ايضا بان الافعال اللي كيقولوا للسي حداوي بانها كتشكل عناصر تكوينيه لجريمه النصب ما كايناش. بينا المحكمه بان المتابعه ديال النيابه العامه ما كانتش في محلها. بينا المحكمه بان المتابعه ما كانتش بنيه على اساس، لان السي الحداوي ما ارتكب حتى شي فعل اللي كيمكن يعتبره القاضي محاولة النصب. بينا المحكمة كذلك بأن التذاكر اللي سلمها السيد الحداوي للسيدة اللي جات من آسفي بأن سلمها لها بالمجان، لأنه حصل عليها بالمجان. بينا المحكمة بأن راه السيد الحداوي ما تسلمش المقابل على تلك التذاكر. تفاجأنا بأن النيابة العامة كتقول بأن السيد الحداوي مارس العملية ديال محاولة النصب لأن بغى ياخذ الفلوس من عند السيده ديال اسفي، والحال ان السيده ديال اسفي ما عطاش الحداوي. نهار اللي عطات الحداوي الظرف ديال المبالغ الماليه الحداوي ما تسلمهاش، وحتى ملي جا الحداوي من قطر ما تسلمهاش، وحتى هاد الواقعه اللي وقعت ديال الوثائق ديال التذاكر اللي عطى السي الحداوي لهذيك السيده اللي طبيبه ديال اسفي، تبين على ان اعطى لها التذاكر قبل ما يتصل به هذاك السيد المتصل اللي سجل ديك الاتصال ديالو ووزعوه على صعيد وسائل التواصل الاجتماعي. بينا المحكمه بان ما يمكنش تعتمد على واحد التسجيل اللي غير مصرح به غير مرخص به. بينا المحكمه بان الماده 108 صريحه في هذا الشيء بانه خص اللي بغى يتصنت على شي حد واللي بغى يسجله خصو يكون عنده اذن من عند الرئيس الاول. بينا المحكمه بان ما بني على باطل فهو باطل، ومع ذلك بينا المحكمه بان ذاك التسجيل كان في وقت لاحق للوقت اللي عطى فيه التذاكر لديك السيده، لان باش ما نسمعوش بان السي الحداوي ما بغاش ياخذ فلوس ديك الساعات، لان سمع ذاك الاوديو كان في الوقت اللي قربت مع 8 الليل، وهذه السيده عطاها الحداوي التذاكر مع 12. دونك هادشي كلشي وضحنا للمحكمه باش نوضحوا. نعم سيدي من اسفي، باش نوضحوا للمحكمه بان السي الحداوي راه دار غير الخير. الا كان شي ذنب دارو السي الحداوي هو انه اراد ان يرضي الجميع، انه السي الحداوي اللي عيط ليه من اسفي كيحاول يدبر ليه على التذاكر باش يدخل المباريات. هضرتوا على الفصل 287 انه غير متوفر في هذا الملف، ما كاينش. لا، اللي بينا المحكمه بانه هذاك الفعل اللي هو ترتكب خارج ارض الوطن، بان المشرع صريح تيقول لك بانك لا بغيتي تتابع مغربي يرتكب فعل وضد الاشخاص خارج ارض الوطن ينبغي ان يتقدم بشكايه تعطيها للنيابه العامه. بينا المحكمه بان ما كاينش شي ضحيه اللي تعرض للنصب ولا محاوله النصب وقام بالشكايه، لان الملف ما فيهش شكايه ديال حتى شي ضحيه، وما فيش الاحترام ديال مقتضيات قانون المسطره الجنائيه في هذا الباب. المرافعه ديالكم اعتبرتوا عطيتي سؤال خلينا نسولوك احنا. هذاك التحويل ديال الحساب بينا المحكمه بان كان خص السي الحداوي يخلص ليبيا اللي شرا، وما كانش عنده السيوله تتوفر عليها، فاضطر على انه يقوم بعمليه التحويل لحساب باش يخلص هذيك المبالغ باش شرا ديك التذاكر. ليس من اجل ارضاء الاصدقاء ولا السي الحداوي، واش كاين شي حسابات سياسيه في هذا الشيء؟ انا لا علم لي بالحسابات السياسيه، انا عندي ملف قضائي كنناقش معكم المعطيات القانونيه، وكنناقش معكم داك الشيء ناقشناه في المحكمه اللي حاولنا كنبينوا فيه بان السي الحداوي ما ارتكبش اي فعل يعاقب عليه القانون. استاذ، كتظن بان السي الحداوي تعرض كما كنقولوا حنا الفخ؟ بالاضافه سؤال ثاني هو ان من بعد الشهاده القضاه
كيعتبروا بان التسجيل الصوتي ولا الفيديو فهي حاله تلفز. لا هو شوف هو دابا انا تنظن على حسب الاوديو الاخر اللي دلينا به ودلينا بالتفريغ ديالو اللي السيد تيقول صاحبو ها هو الفوكار حاولت زعما ندير ليه كامين ولكن ما عقبيه ولا داك الشيء هذاك تيبين على ان السيد اللي سجل الحداوي كانت عنده نيه مبيته باش يسجلو وباش يطلق هذاك الاوديو على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي. دونك احنا بينا المحكمه قضيه مره اخرى بان ما يمكنش تعتمد على واحد التسجيل اللي هو ماشي قانوني لان ما دارش اطار القانون. استاذ بالنسبه للراي العام ما عرفش شنو العلاقه اللي تربط الصحفي الريادي مع العمري مع الحداوي، شنو العلاقه؟ شنو هو اللي جابهم بجوج للمحكمه؟ جابهم بجوج للمحكمه. دابا الغرب ما عارفين شنو هو الشواء. الغرب عارفين بان اولا العديل العمري معروف بانه صحفي معروف وعنده سمعه طيبه ومحبوب لدى الجمهور المغربي وحتى الجمهور الماشي مغربي، وبالتالي ملي كان تيدير التغطيه ديال 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 مباريات كاس العالم راه كان عنده دي بلاطو كيستدعي الفاعلين الرياضيين. عيط ليه شحال مره باش شارك معاه في البلاطو، واكثر من ذلك تيصرح هو بان الحداوي كان كيجلس في واحد القهوه وان الحداوي هو اللي كان كينفق على الجميع بان رجل كريم، فهمتي؟ ولكن مع الاسف احيانا وقيلا ولينا كنحاسبوا الانسان على الكرم ديالو وهذا الشيء يؤسف له. شكرا استاذ. صبرتوا ان كاين ارتباط بيني. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.